دائما يؤثر مرض السكري بالحالة الجسدية للمريض، ولكن أبعاد الموضوع قد تمتد إلى الحالة النفسية والعقلية وأيضا العاطفية. بالفعل دعوة أيضا الصحة النفسية وعلاقة داء السكري أو مرض السكري بالصحة النفسية، وما هي الأسباب وما هي أيضا الأعراض، راح نتعرف عليها أكثر وعلى علاقة داء السكري أو مرض السكري بالصحة النفسية مع دكتور هشام حرب استشاري الغدد الصماء. صباح الخير دكتور. صباح الخير. صباح الخير لكم وللأخوة والأخوات المشاهدين. صباحك الله بالخير دكتور. في البداية خلينا نتعرف ما هي العلاقة بين الصحة النفسية وداء ومرض السكري. خلينا نذكر بداية أنه ب 14 نوفمبر هو اليوم العالمي للسكري، فهذا صحيح. نعم، فهذا شيء جيد أنه نحن نلقي الضوء على هذا الموضوع. صراحة هذه الفكرة اخترتها لأنه دائما هو في تركيز على الجانب الدوائي، على الجانب تعديل نمط الحياة، لكن الصحة النفسية موضوع يعني قل ما يتطرق إليه عادة من قبل الأطباء. فلهذا السبب عادة ببداية التشخيص بالداء السكري، مثل ما نعرف هو مرض مزمن الداء السكري، فأول شيء يتبادر لذهن المريض هو عدم ارتياح أو تخوف أو نوع من القلق، أنه هذا أنا عندي مرض مزمن، أنا كيف بدي أتأقلم مع هذا المرض المزمن. وللأسف أنه هذا الشعور بيترافق معه شيء من التصور أنه أنا صعب كثير أتأقلم مع التحديات والمشاكل اللي راح ترافق المرض السكري، وكل هذه الأشياء وراءها أفكار سلبية، مجموعة من الأفكار السلبية، يعني من خلال خبرة المريض مثلا من أمثلة شاهدها أنه المرض السكري أدى لمشاكل في العين، لعمى على سبيل المثال، أو أدى لقصور في الكلى، أو أدى لمشاكل في القدمين وبتر الأقدام. لكن هذه هي الصورة المظلمة من مرض السكري والأفكار السلبية منه. لكن في كثير من المرضى والغالبية العظمى اللي بيتعاملوا مع المرض السكري بشكل مختلف وهذا بالشبشي بيؤدي إلى ضبط أرقام السكر بشكل كويس، هم قادرين أنه يبعدوا كل هذه المشاكل عنهم. فهذا التجاهل، حتى كثير من المرضى بيقولوا لي مثلا دكتور خلينا نعيد التحليل مره ومرتين ثلاثه، ممكن لا مو معقول ان يكون عندي سكري. هذا شعور طبيعي في البدايه، لكن يجب ان يتبع هذا الشعور بعد فتره من الزمن قدره على التاقلم وقدره على التقبل انه انا عندي مرض جديد قد يرافقني مدى الحياه، وهذا الشيء ممكن التاقلم والعيش معه، لانه مثل ما بنعرف كلنا مش كل شيء بحياتنا صحيح. هو يعني من صنع يدنا، في اشياء قد تكون موجودة بحياتنا ويجب أن نتأقلم معها. فمشان هيك بيقول هنري فورد مثلا، إذا كنت تعتقد أنك تستطيع أو أنك لا تستطيع فأنت على حق بالحالتين. فلا صحيح. خلينا نكون نحن نستطيع، نقدر نتأقلم مع هذا المرض، ونقدر نحن نضع خطط مستقبلية لحتى نتأقلم مع هذا المرض، لحتى نبعد المشاكل والاختلاطات اللي هي بالنهاية سلبية، لكن صحيح. خلينا نفكر بإيجابية لحتى نوصل لهي النتيجة. طب دكتور، هل مرتبط هذا القلق المصاحب لمرض السكري بنوع السكري معين؟ يعني هل ممكن يكون القلق أكبر في السكري نوع واحد عن السكري نوع اثنين، أو حتى سكري الحمل لدى النساء؟ شوفي، بسكري الحمل الموضوع مهم، لأنه دائما الأم تحمل هم الجنين وهم نفسها، فهذا الشيء قد يكون في قلق كبير. وأنا دائما بطمئن الأمهات الحوامل أنه ضبط أرقام السكر أحيانا من خلال تعديل نمط الحياة، من خلال حمية غذائية ناقصة بالكربوهيدرات ممكن يكفي بدون أدوية، مع القليل من الرياضة أو النشاط الفيزيائي. النمط الأول في شوية تعقيدات أكثر، لأنه غالباً بصيب الصغار بالسن، وبتعرفي أنت إذا صاب هذا المرض المراهقين فهم أصلاً بفترة حرجة من تطور الشخصية، فهذا بيأثر عليهم، بصيبهم بالإحراج، أنا كيف بدي أخذ حقن إنسولين بشكل متكرر. لكن بالجانب المقابل نحن بنعرف أنه في كثير مرضى من النمط الأول من السكري هم مميزين بالحياة، هم أثلتس رياضيين بيشاركوا ببطولات عالمية. فنحن خلينا ناخذ هذا الجانب الإيجابي، وأنا أخذ المثل من الأشخاص اللي نجحوا بالتعامل مع هذا المرض والوصول لنتيجة جيدة بالنهاية. صح، معك حق أنه النمط الأول من السكري كونه في حقن إنسولين بشكل متكرر وفي اختلاطات مثل هبوط السكر على سبيل المثال قد يسبب قلق أكثر من النمط الثاني للسكري. صحيح. يعني دكتور، بما أن وايد ذكرنا كلمة القلق وأيضا الاضطراب، يمكن
تواجد القلق المستمر والاضطراب عند مرضى أو الناس اللي تعاني من داء السكري ممكن يؤثر على بعض إنتاج الهرمونات مثل الكورتيزون وغيرها اللي تؤثر أتوقع بشكل مضاد على الأنسولين. يعني شو هي الأعراض سواء كانت النفسية أو الجسدية اللي تحدث فيما بعد لهؤلاء المرضى؟ صحيح 100% كلامك. القلق أو السترس نحن نسميه diabetic distress، هو هذا النوع من السترس أو القلق المستمر حتما رح يؤدي لارتفاع بأرقام السكر، حتى لو المريض عمل كل شيء عليه من ناحية الحمية الغذائية وأخذ الأدوية بشكل مستمر والنشاط الحركي والفيزيائي، لكن بالنهاية قد تبقى هذه الأرقام السكر مرتفعة، وبالنهاية النتائج قد تكون سيئة بإصابة أعضاء الجسم المختلفة الناجمة عن الداء السكري. والسبب وراء ذلك مثل ما تفضلتي هو وجود الهرمونات المعاكسة للإنسولين اللي بيحرضها الستريس مثل الأدرينالين، مثل الجروث هرمون، مثل الكورتيزول، هي كلها بتزيد وبتؤدي إلى بالنهاية حلقة مفرغة. يعني نحن بيصاب المريض بالنهاية بنوع من الإحباط frustration، إنه أنا عم بعمل كل شيء علي وبالمقابل فعليا الأرقام السكر تبقى مرتفعة، والسبب قد يكون وراء ذلك هو القلق أو الستريس المستمر. يمكن القلق دكتور هشام مش بس مرتبط بمرض السكري ويمكن يزيد من يمكن تفاقم حالة مريض السكري، وإنما يمكن القلق بيزيد تفاقم جميع الأمراض، وحتى يمكن الدراسات مؤخرا أثبتت أنه هو له علاقة كثير كبيرة حتى بالخلايا السرطانية. ولكن هل أيضا أسلوب الحياة الصحي قد يحسن الحالة النفسية لمريض السكري وأيضا جسديا ممكن يساعده؟ تماما. هو انا عندي بالنهايه باكج، مجموعه من الاشياء اللي ممكن اعملها لحتى انا اوصل لنتائج جيده، وهو كلها بتنعكس على بعضها البعض باثار ايجابيه. يعني خليني احكي مثلا انا مريض سكري، اليوم تشخص لي المرض السكري، اوكي مقبول اني اتجاهل او اني خاف شوي او اني احس بعدم الارتياح لكم يوم، لكن بعد هذا الوقت لازم ابدا وضع خطط مستقبليه. ما نخلي يصير في عنا ازدحام بالأفكار أنه أنا كيف بدي أتعامل مع هاي المشكلة، فلان صار معه المشكلة في العين، فلان صار معه مشكلة في الكلى. لا، خليني أبدأ اليوم. الدكتور دائما بنصح كل مريض سكري يجلس مع طبيبه فترة مهمة من الزمن حتى يحكي له عن المرض السكري أكثر. إذا كان مرض السكري اعتبرناه عدو، يجب أن نفهم العدو حتى نتغلب عليه، لأنه بنعرف العدو فيه له نقاط ضعف، له نقاط قوة، لازم نعرف نشتغل على هذه الأمور لحتى نوصل نتيجة كويسة. على سبيل المثال أنا اليوم أصبت مريض سكري، خليني أوضع خطط مستقبلية. أنا خلال الفترة القادمة بدي ركز على النمط الغذائي، قد يكون النمط الغذائي اللي كنت متبعه أنا خطأ، فيه الكثير من السكريات والأشياء الغير صحية والوجبات السريعة، هذه كلها بتأثر على السكري. طيب خليني أركز على هذا الموضوع، ويوم بيوم أنا بسأل وببحث وبدور وبثقف نفسي حتى أبدأ انسى شوي الحركة والرياضة، انسى شوي مراقبة السكر، معليش خلينا ناخذهم خطوة خطوة. خلصت من أول خطوة وخلص وهي صارت جزء من عاداتي وحياتي اليومية، بيجي عاد بركز أنا على موضوع الرياضة. شو هي الرياضات المناسبة لموضوع السكري؟ قد يكون المشي سريع نص ساعة في اليوم هو كافي ببساطة، ما بحاجة أنا يعني للكثير من الجهد البدني العضلي والفيزيائي لحتى حسن السكري. بعدها بيجي بسأل طبيبي هل أنا في داعي أني راقب السكر في البيت؟ مش كل أنواع السكري بحاجة أنه تراقب السكر بشكل متكرر في البيت. بعدين أنا الأفضل أني دائما يخلي ناس جروب سبورت، يعني ناس يدعموني بهذا الموضوع، قد يكون أصدقاء مقربين بوثق فيهم، قد يكون أهلي وأقاربي، قد يكون طبيبي، قد يكون ناس عندهم نفس هذا المرض وهم قادرين أنه يتعاملوا معه بشكل أفضل، فأستفيد من خبرتهم. هاي الأمور كلها عبارة عن باكج من الأشياء الجيدة اللي بتحسن ضبط السكر بالأخير. صحيح. يعني دكتور لو رح نتكلم عن انخفاض نسبة السكر في الدم وإنها من المتوقع أنها تأثر على إفراز هرمون السعادة المسؤول عنه المخ، بالتالي شو هي ممكن تكون الآثار فيما بعد وبالتحديد الآثار النفسية على الإنسان؟ والله شوفي، هو موضوع انخفاض السكر أو نقص السكر هو شيء يختلط عادة مع الناس اللي بياخذوا حقن الإنسولين، اللي بيصير في عندهم نوبات من نقص السكر ناجمة أما عن عدم تناول وجبات كاملة يعني فيها الكفاية من الكربوهيدرات، أو بياخذوا حقن الإنسولين أكثر من حاجتهم. أما من النمط الثاني السكر، معظم الأدوية اللي بنوصفها حاليا بالفترة الماضية نحن أو الفترة القريبة هي ما بتأدي لنقص السكر. مشكلة نقص السكر إنه هو بيأثر على الوظيفة المعرفية والقدرة المعرفية. في دراسات كثير عملوها على الناس اللي عندهم نمط أول من السكر وبيصير عندهم نوبات نقص
سكر متكرره، لاحظوا انه مثلا الذاكره عندهم عم تتاثر بسن مبكره، يعني قد يؤدي هذا الشيء لحدوث ضعف في الذاكره ومشاكل في القدره المعرفيه وتطور الاداء الطفل او المراهق في دراسته في المراحل الثانويه او في الجامعه. طبعا هذا الشيء كمان بيأثر مثل ما تفضلتي انت على كثير الهرمونات الموجوده في الجسم، لانه خلينا نحكي بشكل مهم انه نقص السكر بيأثر بشكل اساسي على الدماغ وعلى الاعصاب، فهذا اي شيء عمليات عم تصير بالدماغ ممكن يأثر عليها نقص السكر، خاصه اذا كانت نوبات السكر نقص السكر متكرره ووصل ارقام السكر لدرجات يعني منخفضه جدا، فيجب تجنب هذا الشيء بكل الأشكال، وهذا نحن أحد أهم الأشياء اللي مركز عليها بعلاج المرض السكري، إنه صح نحن بدنا نضبط السكري بأرقام أقرب للطبيعي، لكن على ألا يختلط ذلك بحدوث نقص سكر متكرر. طيب يمكن دكتور انت هلا حكيت عن يمكن ارتباط مرض السكري وهذا القلق بوظائف الدماغ والاعصاب، ولكن هل ايضا ممكن هذا القلق المصاحب لداء السكري وايضا المرض نفسه يؤثر على انتاجيه الفرد واداء مهامه؟ لانه دائما مريض السكري يشعر بالتعب والارهاق ايضا بصوره يمكن واضحه او كثيره. تماما. هلا شوفي نحن لما بناخذ بنعالج مريض السكري عاده يفترض انه نحن نركز على امور اخرى كمان، نركز على ضغط الدم، نركز على الكوليسترول والدهون الثلاثيه، نركز انه نحمي هذا الشخص او نوقيه من حدوث مشاكل في القلب او مشاكل في الدماغ، حدوث اي من هذه المشاكل او بوادر حدوثها قد يؤدي الى قلق بالنهايه عند المريض، او بيشعر المريض انه انا في عندي تخوف، انا لوين رايح، في طريق مجهول، هذا الشيء بالنهايه راح ياثر على انتاجيته حتى ادائه بالعمل، ممكن يؤدي هذا القلق الى قله في النوم، اذا كان في عندي قله في النوم ثاني يوم راح يروح الموظف على وظيفته تعبانه ومرهقه على سبيل المثال. فليش انا ركزت دائما انه احنا نفكر بايجابيه، انه نحن نحاول انه ما نساوي ازدحام بهذه الخطط براسنا، ناخذ كل قطعه من هذه الخطه لوحدها ونبدا بتطبيقها بشكل يعني منتظم وجيد. دائما انا بحكي انه السكري بيمشي بشكل كثير منضبط وحلو عند الناس اللي نمط حياتهم منتظم وفي عندهم روتين بحياتهم بيمشوا عليه، يعني حياتهم مش مس، يعني ما بياكل بأوقات معينه، بيوم بيلعب رياضه، يوم ما بيلعب، يوم بينام الساعه 10 بالليل، يوم بينام الساعه 4 الصبح، يعني هي الاشياء دائما لا تنسي انه نحن عم نتعامل مع خلل بهرمون موجود بالجسم، وهذه الهرمونات لها علاقه دائما بأوقات اليوم، فهذا الشيء كثير بيلعب دور، وخاصه انه نحن كمان ما مش عم نحكي عن الاوقات بس، عم نحكي عن تناول وجبات الاكل، يعني اذا بنعرف نحن اليه تنظيم هذا الشيء الطبيعي الفيزيولوجي عند الناس اللي ما عندهم سكري راح نستنتج بالاخير انه نحن امام مشكله كبيره حتى فيها صعوبه كثير من التعامل معها لما عم نحاول انه نحن نتغلب على هذه المشكله او نعوض الهرمون الناقص اللي بالجسم، فكل ما كان نمط الحياه منتظم ومرتب وما في هذا الازدحام والمليء بالافكار السلبيه، كل ما نحن كنا قادرين انه نصل للنتيجه بانه نضبط ارقام السكر ونحمي نفسنا من اختلاطات السكر، هذا الهدف بالاخير، مش الهدف هو ان احنا ننبسط انه نشوف ارقام سكر 100 و110 و90، لا، الهدف انه نحن نحمي اعضاء جسمنا من اختلاطات السكري اللي قد تؤثر على كل عضو من اعضاء جسمنا. صحيح، طيب يعني دكتور يمكن بعض مرضى السكري او داء السكري او معظمهم يكون عندهم الخوف والقلق انه ما يشعر باريحيه انه ممكن ياكل اي نوع من الاطعمه اللي حاب ياكلها او الوجبات الغذائيه، والبعض منهم يمكن ايضا يحس بالقلق انه لازم ينتظم باخذ الادويه او الابر، بالتالي يمكن دكتور هذه المؤثرات جميعا او العوامل ممكن تؤدي الى ظهور بعض الامراض الاخرى المتعلقه بالمخ والاعصاب وايضا القلب، يعني تؤدي الى ظهور مشاكل صحيه اخرى عند بعض هؤلاء الاشخاص. تماما. هلا شوفي يعني الداء السكري بحد ذاته في له اختلاطات مثل ما حكينا احنا بياثر على الاوعيه الدمويه بكل انحاء الجسم، من شبكيه العين الى الاوعيه الدمويه في الكلى، بيؤدي لمشاكل وفشل في الكلى قد يكون في المستقبل، يؤدي الى يعني مشاكل نقص ترويه في القلب وجلطات في القلب او الدماغ، كل هذه الاشياء ممكن تصير، ومثل ما تفضلتي حضرتك انه الضغط النفسي اللي ممكن يوضع نفسه فيه المريض، لانه هو عباره عن النهايه عن تصور شخصي بانه انا غير قادر على التاقلم مع هذا الموضوع، لكن صحيح. هذا البرسبشن او التصور هو ممكن انا اغيره،
ممكن انا اغيره من خلال دعم من الاخرين، من خلال تجربه شخصيه، خليني اجرب اني اسوي شيء جديد. فبالنهايه مثلا خلينا نحكي عن الجلطات القلبيه او نقص التربيه القلبيه او هاي الحوادث القلبيه بتصير على سبيل المثال بساعات الصباح الاولى، السبب انه بتكون هرمونات الشده كلها مرتفعه. طب تخيلي انا عندي هذا الشيء بشكل طبيعي عم يصير، لكن انا بالنهايه كمان قلق وهرمونات الشده دائما عندي مرتفعه اللي هي الكورتيزول والادرينالين، فتماما انا عم بزيد الخطورة الإصابة بهي المشاكل اللي أصلاً لها علاقة بالسكري، لكن بالمقابل كمان هي هذه المشاكل قد تكون ناجمة عن صحيح. عواقب القلق اللي بتتعلق بالمرض السكري. بمرض السكري صحيح دكتور هشام، ولكن يمكن كيف فينا نسقط كل اللي ذكرناه قبل شوي على حياة الطفل المصاب بالنمط الأول من السكري؟ يمكن الطفل بعمر صغير ما بيكون مدرك لأهمية وخطورة الإصابة بداء السكري، ولكن يمكن العبء يكون أكبر على الأهل، ويمكن في بعض تبعات لهذا الموضوع. حكينا أكثر عن هذا الموضوع. تماما، اللي شوفي مثل ما تفضلت العبء راح يكون على الاهل اكثر، وكثير انا شايف، انا يعني ما بعالج اطفال كثير، بعالج البالغين اكثر، لكن يعني بشوف كثير اطفال عندهم مرض السكري بسن مبكره، والعبء بيكون الاكبر على الاهل، لانه الاهل بيكونوا هم اللي بيتحملوا المسؤوليه الكبرى. والاساسيات اللي راح نشتغل عليها نحن انه خلينا نعمل انه نقدر عليه، يعني إذا أنا صار عندي قلق زائد وأنا إذا فكرت وإذا يعني حملت هم زيادة عن اللزوم، شو هذا الشيء راح يأثر؟ راح ينعكس سلباً على الطفل، راح يحس صحيح. الطفل اللي أمامي أنه أنا مضطرب، مقيد، أنا غير قادر على ترتيب أموري وأفكاري، فخليني أنا كمان كون ريلاكس، كون مرتاح، أقدر أتعامل مع هذه الأمور بنصيحة الأطباء، لأنه أنا دائما في عندي يعني مقاربة مختلفة حتى لحقن الإنسولين عند الأطفال بتكرار أقل شوي، يعني الهدف من ضبط السكر بيكون شوي أقل، كونه أنا ما بدي أحرم الطفل من كثير من الأشياء اللي بيستمتع فيها بطفولته، لكن لما بيكبر شوي شوي تدريجيا هو راح يتعرف على هاي التفاصيل ويروح قادر أنه يقود هذه المركبة اللي للأسف أنه فيها السكري بشكل منفرد. لكن أنه أنا كأهل نتيجة القلق والاضطراب اللي أنا عندي، هذا الشيء راح ينعكس بالنهاية بشكل سلبي على الطفل وعلى ضبط السكري. صحيح، يمكن فعلا الحالة النفسية كتير مهمة للمريض، ودائما إذا الشخص أو المريض المصاب بداء السكري أو حتى بأي مرض كان قدر يآمن بأنه هذا المرض ما رح ينقص من صحته، إذا عرف يتعامل معه نفسيا بشكل صحيح فأكيد رح يقدر يتخطى. دكتور هشام حرب، استشاري الغدد الصماء، شكرا كتير لإلك. يعطيك العافية دكتور. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. نشوفكم بخير. باي باي.